أوائل أغسطس الماضي سلط تقرير لفوكس نيوز الأمريكية تداعية تمويل قطر لمنظمات صنفت إرهابية كمنظمة حزب الله اللبناني وفقاً لعدة تصنيفات دولية رسمية. دعم الدوحة لأعمال حزب الله بالسلاح والمال لفت أيضاً أنظار مراكز أجنبية أخرى. ففي تقرير لمركز أبحاث نمساوي يعرف باسم مينا ووتش كشفت معلومات سربها متعاقد أمني عمل متخفياً في قطر من خلال دهاليز أجهزة مخابرات عدة يعرف باسم جيسون جي. كشفت حجم ذلك التمويل الذي قدر بنحو 500 مليون دولار خلال العام الجاري فقط. ووفقاً للمعلومات ذاتها فإن الطرق غير الشرعية التي اتبعتها الدوحة في إيصال تلك المبالغ كانت عبر شبكة شحنات أسلحة سلكت طريقها من أوروبا حتى وصلت مبتغاها في كنف حزب الله في لبنان. شحنات لم ترسل بصورة مكشوفة فوفقاً للتقرير فقد عبرت طريقها من خلال استخدام شحنات الذهب عبر بوابة أفريقيا. لم يقتصر الدعم على المال والسلاح فملف جيسون السري الذي اعتبر كالصندوق الأسود كشف عن دعم مسؤولين رفيعي المستوى لتنسيق المدفوعات المالية وأيضاً تقديم الحماية لممولي ميليشيات حزب الله في الدوحة. من ضمن أولئك المسؤولين دحلان الحمد نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وهو مسؤول عن إدارة تلك العمليات. جندته الدوحة لاستخدام الذهب من أوغندا في تمويل تجارة الأسلحة التي تعين حزب الله. التقرير كشف أيضاً عملية غسيل من نوع آخر استخدمتها قطر منذ عام 2017 كانت عملية الأسلحة مقابل الذهب تشتري فيها الأسلحة من صربيا. توسم تلك الأسلحة بشارات ووثائق شحن مزورة ومعاملات بنك وهمية للتضليل عليها بأنها مواد بناء محلية الصنع وتحولها لاحقاً عبر شبكة من مسؤولي المخابرات السابقين من مقدونيا الشمالية ومن خلال وسطاء من البلقان ينسقون مع عملاء في قطر. يتم ضمان نقل الأسلحة إلى ميناء سالونيك اليوناني ثم إلى بيروت حيث يسيطر حزب الله على الميناء. روان حمزة، العربية.